الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنة. لا يزال الحديث ممتدا، إذ هناك تتمة فيما أسلفنا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تكف شرك، والمراد والشر هنا نسبي، لأن الخطاب هنا لأبي ذر. كل إنسان فينا قد تكون فيه بعض السلبيات، حتى وإن كثرت فيه الإيجابيات، لكن من الممكن أن تصدر عن الإنسان بعض الهنات، لكن قد تكون هينات. لكن لا يجبل على الشر إلا من غلبت عليه شقوته في هذه الحياة. لكن المؤمن دائما لا يظن به إلا الخير، لا يظن به إلا أنه مستودع للخيرات ومستودع للفضائل أبدا. لكن قد لا يخلو الأمر ولو حتى من جهة ردود الأفعال، يعني ممكن من الممكن في موقف من المواقف قد يحتم على الإنسان، بل قد يخرج الإنسان عن حلمه وعن وقاره كرد فعل. لا، الإنسان أيضا مطالب بأن يضبط نفسه حتى في مواطن الغضب، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه وصية: لا تغضب، فأعاد أو فكررها مرارا فقال: لا تغضب، لا تغضب. لأن الغضب قد يخرج الإنسان عن حلمه وعن وقاره ويذهب ببهائه، فلذلك أمرنا بالحلم. والحلم كما يقولون سيد الأخلاق، بل هو خلق النبوة، بل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الخليل إبراهيم عليه السلام. وصف الله الخليل بأنه حليم، وصف أيضا ابنه إسماعيل عليه السلام بأنه حليم. وما أوتي الإنسان أعظم من الحلم ولا أكرم من الحياء. تكف شرك عن الناس، والمراد بالشر هنا الأذى. قد لا يكون الشر موجودا، إنما قد يوجد كرد فعل. يعني الشر ليس بالضرورة أن يكون الشر كامنا في النفس، وإنما قد يطرأ هذا الشر عندما يواجه الإنسان بموقف لا يتحمل فيه الصبر ولا يتحمل فيه السكوت أو الصمت. تكف شرك عن الناس فإنها، طب إنها ده ضمير مؤنث، إنها أي تلك الخصلة، أي تلك الخصلة، كف الأذى خصلة، تعتبر قيمة من القيم التي كما قلنا يسمو بها الإنسان. فإنها أي كف الأذى أو كف الشر صدقة منك على نفسك. لم يقل صدقة منك عليهم أو على الناس، بل قال صدقة منك على نفسك، لأنك أنت الذي ستجد أثرها يوم القيامة. هي صدق عليك ليه؟ لماذا قال صدقة على نفسك ولم يقل صدق عليهم؟ هم الذين يأمنون غائلتك في الدنيا، لكن في الآخرة الانتفاع يكون لمين؟ الثواب يكون لمين؟ الأجر يكون لمين؟ صدقة منك على نفسك، أي ستجد أثرها وتجد ثمرتها وتجد ثوابها وأجرها عند ربك سبحانه وتعالى عندما تعرضون عليه، عندما تعرضون عليه. فكف الأذى شيء عظيم، كما بيّن المعصوم صلى الله عليه وسلم حيث جعله أحد طرفي الشعب، أحد الطرفين، أحد يعني الشعب كثيرة،
الإيمان 64 أو قال 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أولها قول وآخرها سلوك يتميز به الإنسان. فإنها صدقة منك على نفسك، صدقة. طب لماذا اعتبرها صدقة؟ لماذا اعتبرها صدقة؟ لأن الإنسان في هذا الموقف تنازل عن بعض حقه كما يتنازل عن بعض ماله. الصدقة عبارة عن إيه؟ الصدقة عبارة عن اقتطاع جزء من المال أو الطعام أو الشراب أو اللباس، وإعطاؤه أو منحه أو نحله لإنسان يحتاج إليه أو فقير أو مسكين. فالصدقة اقتطاع جزء من المال لإعطاء المين للفقير. كذلك هنا أنت تنازلت عن حق من حقوقك، تنازلت عن حق من حقوقك، وخصوصا إذا قوبلت بالإيذاء وقابلت ذلك بكف أذاك عن الناس. لأن في الحقيقة المؤمن لا يمكن أن يبتدئ أو أن يكون الإيذاء منه على وجه البداءة، يعني المؤمن لا يبتدئ الناس بالإيذاء، يعني حتى ولو قابل الإيذاء بمثله، لكن لا يمكن أبدا أن يبتدئ أحدا بالإيذاء. سنكمل هذا بعد الفاصل. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فإنها، أي تلك الخصلة، فإنها صدقة منك على نفسك، أي كأنك تصدقت على نفسك. تصدقت عليها بماذا؟ تصدقت عليها بثمرة هذا العمل وبثمرة هذا الخلق. فالله سبحانه وتعالى لا يعطي جواره في الجنة إلا لمن أحب، ومن أسباب محبته سبحانه وتعالى الإغضاء عن الهفوات، بمعنى أن نغمض العين على القذى، وأن نجر الذيول على الأذى، وأن نمضي هكذا دون أن نقابل الإساءة بمثلها. هذا خلق لا يطبع عليه إلا الأكرمون، لا يطبع عليه إلا من له حظ عظيم، لا يطبع عليه إلا من كان له حظ من الإرث المحمدي. الإرث المحمدي، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو مجمع الفضائل، بل هو محتدها وهو جرثومها وهو أصلها، فمنه تستمد ومن طريقه تؤخذ عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة، فهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا وهو أسوتنا. فإن لم نأخذ عنه أو إن لم نستمد منه هذه الأخلاق وهذه الصفات، ففيما يكون الاهتمام؟ فيما يكون الاهتمام؟ هل يكون الاهتمام أن نقلده في الصلاة فقط أو في العبادات فقط؟ لا، الأهم، أنا لا أحقر من شأن العبادة ولا من شأن، ولكن بنقول الأهم أن تنضبط عبادتك على قدر مستوى سموك وارتقائك في التعامل مع الناس. يعني الضابط هنا، المعيار إيه؟ المعيار الثمرة، يعني كل عمل لا تكون له نتيجة يكون خسارة، يمثل خسارة. كل عمل ملوش نتيجة ملوش ثمرة يمثل خسارة. فإنسان بيصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، إنسان بيحج أو بيصوم ولكنه لا يرتدع بل يرسل بصره أو نظره إلى المحرمات، يمد إيده للحرام للرشاوي أو الرشا، أو لا يرعوي عن فعل المحرمات أو المنهيات، فهذا بلا شك لم ينتفع من هذا العمل، لم ينتفع من صلاته ولم ينتفع من صومه ولم ينتفع من حجه. إذا هذا إنسان يصدق عليه قول ربنا تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى العمل هنا قيمته في إيه؟
ليست قيمة العمل في حسن أدائه أو استكمال شروطه وأركانه، وإنما العمل أو قيمة العمل فيما يترتب عليه من هذه النتائج، وفيما يترتب عليه من هذه الثمرات، من هذه الثمرات. فالصلاة التي تورث الخشية وتورث مراقبة الله سبحانه وتعالى وتحمل صاحبها على الانتهاء عما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الصلاة، هي الصلاة المطلوبة. وكذلك الصيام لعلكم تتقون، وكذلك الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن هذه قيمة ما ينبغي أن نغفلها. صدقة، فإنها صدقة منك على نفسك، وستعلم أثرها وتعلم عظم الشأن فيها عندما تلقى ربك سبحانه وتعالى. قد تجد موازينك ناقصة، فيأتي مثل هذا الموقف الذي كففت فيه الأذى عن الخلق، يأتي هذا فيوضع في حسناتك فتثقل موازينك به. فالله سبحانه وتعالى قد يتنازل عن حقه أو عن بعض حقه، لكن فيما يتعلق بحقوق العباد فالله سبحانه وتعالى لا يتنازل عن حقوق العباد، وإنما لابد أن تكون هذه الحقوق موضع أو موضوع المساءلة. موضوع المساءلة يوم القيامة، يوم القيامة ستسألون، سيوقفكم الله سبحانه وتعالى ويسألكم عن مثل هذه الأمور التي قد تصدر من الإنسان أو بعض عن بعض الناس من غير أن يقدر ما يترتب عليها من الأثر السلبي. الأثر السلبي يعني ممكن كلمة تحدث فتنة في المجتمع، مش في أسرة بس، مش بين أسرتين فقط أو بين شخصين فقط، ممكن كلمة تشيع العداوة وأسبابها، بل وتذكي أوار الفتنة خلال جملة أو عبارة أو كلمة. ولذلك سيدنا معاذ يقول: هل نؤاخذ على ما تتكلم به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولا تعتبروا أن قوله ثكلتك أمك هذا يعني أتى على خلاف ما أخبر به من أن الإنسان يحاسب على ما تتكلم به أو ما يتكلم به لسانه، بل ثكلتك أمك كأنه يقول له: لأن تفقدك أمك خير لك من أن تغيب عنك هذه الحقيقة، لأن تفقدك أمك خير لك من أن تغيب عنك هذه الحقيقة، وهي أننا محاسبون على ما تتكلم به ألسنتنا. بعد الفاصل نواصل. ثم قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال: فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. قوله تعين الصانع هذا فسرته أو فسره قوله أو تصنع لأخرق، يعني لأننا لا نتصور الحكمة في أن تعين صانعا فيما هو متخصص فيه أو فيما هو متقن له. يعني أنا لا أتصور أن يأتي أحد يريد أن يعين صانعا في صنعته التي تمرس عليها وحسن أداؤه فيها. فلذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الجملة دي بإيه؟ بالجملة التي تليها، قال: أو تصنع لأخرق، يعني ليس المراد أن تعين أي صانع، ليس المراد أن تعين أي صانع في صنعته. يعني ما ينبغي أن تذهب إلى صانع مثلا له دراية في صنعة معينة أو في عمل معين أو حرفة معينة
وتقول له أنا عاوز أساعدك أو أعينك في هذا، هذا غير متصور. إنما من الذي يقبل منك هذا؟ الأخرق. كلمة الأخرق يعني الذي لا حيلة له، الإنسان العيي أو الإنسان اللي ما عندوش خبرة، ما عندوش خبرة. فبلا شك أن هذا العمل أو هذه المساعدة عندما تذهب إلى إنسان أخرق أو هو يعني متأخر في صنعته، متأخر في صنعته يعني إيه؟ أي لم يبلغ فيها هذا المبلغ المطلوب من الإتقان والإحسان والإحكام وحسن الأداء، لم يبلغ هذا. فعندما تعينه هذه قيمة. يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا التوجيه، يرشدنا إلى أن المساعدة الأخرق أو مساعدة الإنسان العاجز أو العيي هو من القيم التي تجعل حركة الإنسان في الحياة حركة متقدمة، حركة متقدمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكلفنا بأن نعين الأخرق في صنعته؟ لتكتمل منظومة الحياة على أساس من الرعاية، وعلى أساس من التخصص، وعلى أساس من حسن الأداء. يعني أنا مش أقول هو مسؤول عن نفسه، مسؤول عن نفسه هو ليه بيشتغل الشغلانة دي، لا، لا، يجب أنني أخذ بإيده ويجب أن أعينه في صنعته إن كانت لي أو إن كان لي بعض الخبرة أو بعض الشيء، يعني أعينه على هذا العمل. ليه؟ ليحسن أداؤه. فحسن الأداء عندما يأتي هذا فيعين هذا في اتجاه معين أو في جانب معين، وتحصل المعونة في كل اتجاهات الحياة، في كل اتجاهات الحياة أو في كل أدوار الحياة، في كل أدوار الحياة. فبذلك نأمن وجود السلبيات في الأداء، السلبيات في الأداء تمحى، وبذلك يستقيم أمر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مش بيدور أو ما بيبحث بس عن سلامة العلاقة بيني وبين ربي فقط، إنما هو يريد منا أن نسهم إسهاما إيجابيا حقيقيا في تأسيس المجتمع على هذه الركائز وعلى هذه الأصول، اللي منها إيه؟ منها أن نعين الأخرق ليكتمل أداؤه أو ليحسن أداؤه، وبذلك يحمد، وبذلك يحمد، وبذلك تنتظم حركة الحياة على أساس من الإيه؟ من التعاون، وعلى أساس من التكافل، وعلى أساس من الإيه؟ وعلى أساس من المشاركة الإيجابية. بلا شك هذه قيمة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء، قال أو تصنع أو تعين صانعا، قال أو تصنع لأخرق، ما قالش تصنع لأي إنسان كده، لا، لأخرق. يعني النبي برضك بيورينا أن هناك الأصحاب الخصاصات أو اللي احنا بنقول أصحاب الاحتياجات الخاصة، بنسميهم أو بنطلق عليهم أصحاب الاحتياجات الخاصة. النبي هنا بيرشدنا، شوف، من 14 قرن وأكثر بيرشدنا إلى وجوب التعاون مع أصحاب الاحتياجات الخاصة، لأن الأخرق هو صاحب احتياجات خاصة، صاحب احتياجات خاصة. نعينه، نقف جنبه، نساعده، نرشده، نسدده، هذه أمور مطلوبة. وبذلك تزكو نفوسنا، بل وبذلك ترقى هممنا نحو الأخذ بمعالي الأمور دون سفسافها. وهذا أمر تنعكس آثاره على الإنسان في حياته ويرى أثره يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. يعني خلي بالكم، لا شك أن كل ما يؤديه الإنسان في هذه الحياة من عطاء، أي عطاء بيؤديه الإنسان في الحياة سيلقى أثره يوم القيامة، وسيعلم قيمة هذا العمل، قيمة هذا العمل، مش قيمة الإنسان، قيمة العمل مش إنك بتصلي كويس،
أو بتصوم كويس، إنما الثمرة النتيجة. فهذه هذا الجزء من الحديث يرشدنا إلى إيه؟ إلى أنه ينبغي أن يتكفل المجتمع برعاية مين؟ برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. أؤكد، ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي بيبقى عنده شيء من الإيه؟ من الضعف العقلي أو عدم الحكمة أو يعني على أنواع الإعاقة، أنواع الإعاقة المختلفة. هذا وبالله التوفيق والسداد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.